دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لموضوع طبعا كلنا الحقيقه يعني بيشغل بالنا جميعا، وهو اعداد الاصابات بفيروس كورونا الاعداد اليوميه. الحمد لله وزاره الصحه اعلنت امبارح عن تراجع معدلات اعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبه 41% مقابل زياده معدلات الخروج من غرف الرعايه للاقسام الداخليه بالمستشفيات بنسبه 5.6%، ودي مؤشرات مطمئنه على الوضع الوبائي لكورونا. معانا دلوقتي على التليفون دكتور اشرف عوبه رئيس قسم البطنه والمناعه بجامعه عين شمس عشان نطمن منه اكتر ونعرف تفاصيل اكتر. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني هل دلوقتي يا دكتور نقدر نقول انه الموجه اتكسرت بشكل كامل؟ فعلا احنا نقدر النهارده نقول ان احنا بدأنا نبقى على الخط النازل لمعدل الإصابة، وخاصة في الموجة الخامسة. وزي ما حضرتك بتشوفي ان وزارة الصحة حاليا بتعلن عن أعداد أقل، وخاصة في خلال الأسبوع الماضي، وده معناه انه فعلا في انحسار للموجة الخامسة اللي كنا بنعاني منها. طيب دكتور أشرف، النسب دي بتشير لإيه؟ يعني احنا بنتكلم في 41% تراجع في اعداد معدلات الاصابه والاشتباه بكورونا، وخروج كمان من الرعايه المركزه الى الغرف العاديه بنسبه 5.6%. بالنسبه لموضوع تراجع حالات الاشتباه، الحقيقه في يعني عوامل كتير الحقيقه اثرت في الموضوع ده. فمثلا حاله الفزع اللي كانت موجوده عند المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا قلت الى حد كبير، وخاصه مع استخدام اللقاحات، لأن كتير من الناس بدأت تشعر بالأمان مع استخدامها للقاحات، وده قلل كتير من الناس اللي كان عندها شك في أنها كانت عندها اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا. كمان ضعف أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة بالسلالة الجديدة اللي هي أوميكرون، خلى ناس كتير تبقى عندها إحساس أن كورونا بدأت تبقى يعني مرض بسيط وما فيش منه مضاعفات كتيرة. احنا كمان بنشوف انه الاصابه بالفيروسات التنفسيه زي البرد والانفلونزا قلت برضه مع الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، وخاصه مع تحسن الحاله الجويه. الى جانب كمان ان الارشادات اللي بتحطها وزاره الصحه في الفتره الاخيره ساعدت الى حد كبير انه فعلا ما يحصلش اصابات. فاحنا عارفين انه وزاره يعني رئاسه الوزراء قررت انه ما فيش اي حد يروح الشغل بتاعه او انه حتى يدخل المصالح الحكوميه الا اذا كان حاصل على التطعيم، وده فعلا قلل كتير من معدلات الاصابه وساهم في انه انحسار الموجه الخامسه اللي احنا بنعيشها حاليا. دكتور أشرف، يمكن في بداية انتشار متحور أوميكرون كان في تخوف من أنه يكون يعني مراوغ للقاحات، وأنه اللقاحات ما تقدرش تسيطر عليه. يمكن حتى كمان سمعنا أنه في بعض الشركات المصنعة للقاحات بتفكر في تطوير اللقاح بعد انتشار فيروس أوميكرون. بعد اللي وصلنا له دلوقتي يا فندم، وانكسار الموجة وانخفاض معدلات الإصابة، دلوقتي نقدر نقول ان احنا اللقاحات قدرت انها تسيطر على متحور أوميكرون؟ نقدر نقول لحد كبير ان اللقاحات ساهمت في تقليل الاعداد، وخاصه مع انتشارها على مستوى كبير على مستوى العالم. لكن طبعا في تخوف طول الوقت من انه يحصل اي تحورات جديده في الفيروس وظهور سلالات ممكن تكون ليها خصائص مختلفه. احنا بنشوف دايما انه هذه السلالات بتظهر من مناطق قد تكون يعني اقل في الرعايه الصحيه، زي مثلا الهند وجنوب افريقيا والبرازيل اللي فعلا ظهر منها معظم السلالات اللي موجوده. وعلشان كده لما بدات منظمه الصحه العالميه توعي باهميه اللقاحات وانه لابد من انه جميع المواطنين يحصلوا على اللقاحات، ده ساعد الى حد كبير في انه يعني ما تظهرش السلالات المخيفه اللي احنا قلقانين منها. عظيم. طيب دكتور، احنا يمكن عدينا سنتين في وجود فيروس كورونا في العالم كله، هل بنتابع الدراسات اللي بتتعمل في العالم عن فيروس كورونا وعن متحوراته؟ أكيد طبعا احنا بنلاحق هذه الدراسات وبنلاحق كل ما هو جديد، بنشوف ما له علاقة بالأعراض وما له علاقة باللقاحات وما له علاقة بالعلاجات، وكمان بنعدل البروتوكولات العلمية، اللجنة العلمية المسؤولة عن علاج فيروس كورونا في مصر، بحيث انه هذه التعديلات يبقى فيها كل ما هو جديد لعلاج المواطنين المصريين.
طبعا الحكومة المصرية بتسعى طول الوقت للحصول على كل ما هو جديد حتى من علاجات علشان فعلا يبقى متوفر للمواطن المصري ونقدر ان احنا يعني نعالجه بشكل كويس. وده يمكن اللي اثر على كمان قلة عدد المواطنين اللي بيحتاجوا لدخول الرعايات المركزة، زي ما حضرتك أشرت في الخبر أنه فعلا بدأت تزيد معدلات الخروج بمستوى ممتاز 5.6، يعني ده معناها أنه حتى حالات الوفيات بدأت تقل نتيجة الإصابة الشديدة بفيروس كورونا. دكتور أشرف، الحقيقة أنه إحنا بنشهد مؤخرا عدد من الدول يعني ألغت قيود الإجراءات الاحترازية، ألغت إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، يمكن كمان في دول كمان ألغت في فترة العزل المنزلي حتى خلال الإصابة. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، هل إحنا دلوقتي فعلا في وقت وفي مأمن ان احنا نتخلص من ارتداء الكمامات والتخلص من الاجراءات الاحترازيه والوقايه اللي احنا بنقوم بيها في منذ بدء طبعا جائحه كورونا؟ الحقيقه ان كل دوله بتتعامل مع الاصابه داخل هذه الدوله بقرارات تخصها، فاحنا زي ما حضرتك قلتي انه في بعض الدول فعلا بدات تقلل من الاجراءات اللازمه لتقليل الاصابات، لكن على الناحيه الثانيه شايفين مثلا ان اليابان زودت هذه الاجراءات، وبالتالي التعامل مع معدلات الاصابه هو تعامل دولي، كل دولة بتاخد إجراءاتها على حسب معدلات الإصابة والظروف اللي موجودة فيها. وعلينا الحقيقة إن إحنا يبقى عندنا نوع من التعايش الحذر. التعايش الحذر والمقصود به إنه يعني ممكن إن إحنا نقلل شوية من تشديد هذه الإجراءات، لكن كمان علينا إن إحنا نلتزم بأساليب الوقاية عموما، لأنه جائحة كورونا الحقيقة علمتنا إنه ضرورة الالتزام بأساليب الوقاية زي غسيل الإيدين مثلا وعدم التواجد في الأماكن كثيفة الأعداد وغير جيدة التهوية بشكل كبير إلا من خلال لبس الكمام. كمان اتيكيت العطس والكحة اللي فعلا لازم كلنا نلتزم بيه، يعني لازم كل الناس إذا اضطرت إنها تعطس أو تكح لازم ده يكون من خلال استخدامها لمنديل ورقي وتتخلص منه بشكل آمن. برضو موضوع التطهير والتعقيم اللي الناس بدأت فعلا تاخده كأنه جزء من حياتها اليومية، لابد أنه يبقى في نوع من التطهير والتعقيم لأي سطح ممكن أنه يكون يعني في أي مصدر للإصابات. وعلشان كده اتهيالي أنه إحنا اتعلمنا النهاردة أنه أساليب الوقاية جزء مهم جدا من حياتنا الشخصية. يعني حضرتك تقصد ان هو يتحول لسلوك يا فندم وعادات. بالظبط كده، يعني لازم تبقى سلوكنا وعاداتنا فيها جزء من الحفاظ على الصحة وعدم إصابة الآخرين، وإن احنا برضه نبقى حريصين على بعض وحريصين على أنفسنا من الإصابة. عظيم. دكتور أشرف، حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا وهي تحديث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا كل فترة. ده معناه أنه اللي جاله كورونا من سنة وكان بيتعامل ببروتوكول علاجي معين بجرعات معينة من هذه الأدوية، ما ينفعش حتى لو نفس الشخص جاله كورونا دلوقتي ما ينفعش ياخد نفس البروتوكول اللي كان بياخده من سنة. مظبوط؟ ده صحيح فعلا. احنا كمان البروتوكولات العلاجيه الموضوعه لو حضرتك بتراجعها والسادة المشاهدين بتطلع عليها هتلاقي ان هذه البروتوكولات موجود فيها انه الحالات البسيطه لها ادويه ممكن استخدامها، والحالات المتوسطه لها ادويه، والحالات الشديده لها ادويه، والحالات اللي بتحتاج رعايه مركزه لها ادويه، واللي موجود على جهاز التنفس الصناعي ليه تصرفات خاصه. وبالتالي بيتم فعلا وضع العلاج او الخطه العلاجيه لكل شخص على حسب الظروف الصحيه اللي فيها، وكمان على حسب المشاكل الصحيه اللي هو بيعاني منها. دي نقطه مهمه جدا، يعني مش كمان الشخص نفسه لو جاله كورونا من سنه بياخد دواء يرجع ياخده دلوقتي، لا ده ما ينفعش اصلا شخص تاني ان هو ياخد نفس الدواء لان كل واحد ليه تاريخه المرضي. بالظبط كده، لازم كلنا نبقى عارفين انه العلاج ده بيبقى خطه علاجيه بتناسب الشخص بنفسه. احنا النهارده بننتقل في النظام العلاجي في العالم كله الى ما يقال عليه البيرسوناليزد ميديسن، ان انا ادي العلاج لكل شخص على حده
حسب ظروفه الصحية، مش بدي العلاج على حسب بس مجرد التشخيص، وإنما على حسب الظروف الصحية اللي بيعاني منها هذا الشخص. احنا النهاردة العالم بيتجه إلى ما يقال عنه الجينوميك ميديسن، اللي هو دراسة كل ما هو داخل جسم الإنسان قبل ما تديله أي دواء علشان نتأكد فعلا من فعالية العلاج. طيب دكتور أشرف، يعني الحقيقة في بداية جائحة كورونا كنا نتحدث عن أنه في لقاحات بتؤخذ على جرعتين وفي لقاحات أخرى هي تعتبر جرعة واحدة، ثم الحديث تطور لأنه في جرعة تعزيزية، ثم الحديث عن وجود جرعة رابعة. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، هل نحن بصدد في الأيام القادمة أن اللقاحات تتحول للقاحات موسمية بالنسبة لفيروس كورونا، يعني زي لقاحات الإنفلونزا الموسمية؟ الحقيقة ده شيء وارد فعلا، لأنه زي ما بنقول أنه متابعة مرضى اللي تم إصابتهم بفيروس كورونا بيتم فيها فعلا دراسة كمية الأجسام المضادة الموجودة عندهم، وإذا حصل أنه هذه الكمية بتقل يبقى من الأفضل أن احنا ناخد جرعات تعزيزية. طبعا ده مش بيتم لكل الناس، ولكن الدراسات الحقيقة بتبحث الموضوع ده، بتبحث هل مدى فعالية هذه الأجسام المضادة والمدة اللي ممكن أنها تدي الحماية، وبالتالي بيتم تقرير إذا كان في فعلا جرعة تعزيزية يفضل استخدامها، وخاصة للناس اللي هم الأكثر تضررا من الإصابة. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أشرف عقبة، رئيس قسم البطنة والمناعة بجامعة عين شمس.